استضافت لندن الأسبوع الماضي مهرجان لندن الدولي للأفلام الوثائقية التي عرضت خلاله أفلام من شتى بقاع الأرض. صحيح نادين، وكان الوطن العربي ممثلا بفيلم أصوات من القصرين الذي يرصد حياة المواطنين في تلك المدينة التونسية بعد ثورة الياسمين. تفاصيل أكثر مع الزميلة رندا غازي في هذا التقرير. لقد تأسس المهرجان قبل 10 سنوات ويعتبر دائما جزءا من مجال عام أوسع، وبالتالي فإن الأفلام التي نعرضها ليست مجرد حدث ينتهي عندما ترتفع الأضواء. نود أن نتبع الأفلام بالنقاش والحوارات. أصوات من القصرين هو مثال جيد على نوع الفيلم الذي نرغب في عرضه. لن يحصل على عرض كبير حيث لن يظهر في أي مكان بعيدا عن المهرجانات، ولكن الفيلم جدي في محتواه ونعتقد أنه ينبغي أن يشاهده الجمهور الأوسع. منذ 10 سنوات وكنا اشتغلنا على كتاب وعلى مجموعة ندوات. التقينا من جديد في تونس وكان فكرة أنه نشتغل على القصرين. فكرة أنه كيف نحكي القصرين من خلال فيلم وثائقي، كيف نستعمل الصورة والصوت لإعلاء أصوات مواطنين في القصرين. من غذان ظاهر حيو الأحرار والصادق جار وغزل ظلم يا القصري. ياسمين راهي ستان باغوماتر، راهو كون كيف الأمور تبدأ سيئة جدا في القصرين، واليوم الأمور سيئة جدا في القصرين. هو صحيح فيلم يعني انتجته منظمة انترناشنال اليرت، بس ولكن الشيء المهم الذي يعني اتفقنا عليه هو ان لا يجب ان يكون فيلم منظماتي، انه لازم يكون فيلم وثائقي. علي العشوري شعباني حرفي في الحنفل. انا عندي شنو وصل القراءه الاولى جامعه وبطلتها انت. اختيار الشخصيات التي ظهرت في الفيلم اعتمد كذلك على المسائل التي اردنا ان نتحدث عنها. فمثلا كنا نعرف اننا نريد ان نتحدث عن الماء وحوكمه الماء في القصرين، كنا نعرف ان نريد ان نتحدث عن هذا التاريخ والذاكره الجمعيه الغير معترف بها على مستوى البلد. كنا نعرف ونريد أن نتحدث عن الانقطاع المدرسي المبكر ونتائجه. كنا نريد أن نتحدث عن مسألة البطالة وبطالة حاملي الشهادة. في تونس الفيلم عرض مرتين فقط، يعني في عرض أولي قمنا فقط بعروض أولية إلى هذه اللحظة. عرضناه في تونس العاصمة وعرضناه في قصرين، وكانت الفكرة هذه لأول مرة يعرض في عرض أولي افتتاحي في المكانين. كان بالنسبة إلينا هام جدا أن نرجع إلى القصرين ونشاهد ونعيد هذا الفيلم وهذا العمل للمواطنين وللناس اللي أعطونا ثقتهم للعمل. مهم كتير كمان نحن هون باللندن انترناشنال دوكيومنتري فيستيفال، مهم كذلك الامر انه هالشغل هيدا ما يكون محصور فقط في اوساط الان جي او، في اوساط المنظمات الدوليه، ولكن عبر مهرجان مثل هيدا كمان نوصل لمشاهدين على صعيد اوسع شوي، يعني بيهتموا بالسينما، بيهتموا بالامور الاجتماعيه.